مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما يعلم ما لم يعلم. مشاهدينا الكرام نستكمل ما بداناه في الحلقه السابقه الاربعه الماضي وتعرفنا على الاسم ما هو الاسم؟ وتعرفنا على علامات الاسم ممكن مراجعه سريعة علشان حبايبي الحلوين المقطقطين يراجعوا مراجعة سريعة قبل ما ندخل على الفعل. قلنا أي كلمة بنطلعها من بقنا حاجة من ثلاثة: يا اسم يا فعل يا حرف. ما ينفعش حاجة إيه؟ رابعة. تمام كده؟ تمام. آه المنهج ده يا حضرات تأسيس في النحو. يعني ينفع لثانية ينفع لثالثة ينفع لرابعة ينفع للناس الكبيرة اللي ما تعلموش أو ما خدوش بالهم من نحو شوية أو كانوا يعني بيستتقلوا النحو حبتين تمام كده ده حلقات تأسيس خلصنا من حلقات تأسيس القراءة والكتابة هندخل في قواعد اللغة العربية وإحنا هنبدأ طبعا أفضل حاجة نبدأ بيها هي أقسام الكلام أقسام الكلمة ثلاثة نظهر الصور على الصبورة الأستاذ محمد عبد السلام قلنا أقسام الكلمة هي ثلاثة اسم وفعل وحرف تمام كده وعرفنا الاسم يا حضرات ان هو ايه ها يلا حد فاكر معايا كده محمد عبد السلام يلا كده فكرني كده بالصوره اللي بعدها يلا هو كل كلمه دلت على انسان او حيوان او طير او نبات او جماد او صفه من الصفات او زمان او مكان او اي شيء له معنى لكن غير مرتبط بزمن إيه الكلام ده؟ خلاص شكرا يا أستاذ محمد في تعريف الاسم. إيه الكلام يعني عشان نفهمه سريعا سريعا هو كل إيه؟ كلمة تدل على إنسان وقلنا الإنسان هو إيه؟ ها؟ زي إيه؟ أحمد، محسن، محمد، وليد، عزب، طالب، طالبة، هم؟ تلميذة، نجار، مهندس، وقلنا الحيوان يا حضرات زي أسد، زي كلب، زي قرد، زي حمار، زي نمر. وأي طير أي كلمة تدل على طير زي عصفور هدهد نسر حمام يمام وأي حاجة تدل على نبات فهي إسم زي قمح أرز شعير شجرة تفاح زهرة شجرة وأي حاجة تدل على جماد يعني يا أستاذ جماد زي القلم زي الكتاب زي الكرسي زي الحائط وأي حاجة تدل على الصفة زي مثلا آه هذا ولد نشيط زي نشيط ومحمد عبد السلام نشيط وزي غبي وزي كريم وزي بخيل ده صفة من الصفات ونكمل تاني هنقول أي كلمة تدل على زمان زي ايه يا استاذ يعني ظهرا عصرا يوما شهرا اسبوعا ثانيه دقيقه صباحا مساء تمام كده واي كلمه تدل على مكان مثل قريه مدينه مصر القاهره اي حاجه تدل على مكان فهي اسم واي بقى كلمه ركزوا في الحته اللي جايه دي واي حاجه تدل على معنى يعني حاجه لها معنى كده بس مش مرتبطه بزمن يعني يا استاذ الاقتصاد الحريه الكرامه الصداقه القتل القتل مثلا او الكتابه القتل او الكتابه ده حدث لكن غير مرتبط بزمن هو قتل بس معرفناش هو قتل امتى قتل ماضي ولا دلوقتي ولا هيقتل تمام كده يبقى أي حاجة لها معنى غير مرتبطة بزمن معين بالماضي مثلا أو بالحاضر أو المستقبل فهي اسم إذن معنى بدون زمن يساوي اسم الله ينور عليك محمد عبد السلام مجهود جبار من أستاذ محمد عبد السلام وعرفنا برضو حضرات علامات الاسم يعني في ناس برضو بعد ده كله برضو للأسف الشديد ما تعرفش تطلع الاسم برضو من الجملة قلنا ما فيش مشكله يا جماعه هنجيب لكم علامات في اكثر اكثر من علامه ماشي عشان نعرف بيها لإيه؟ نعرف بيها الاسم حد من مشاهدينا الكرام وحد من الطلبه بيستمع ليا دلوقتي اولياء الامور او اي حد يفكرني دلوقتي ويتصل بيا كده ويقول لي هي ايه يتواصل معايا عادي خالص نهايه يا استاذ وليد تمام تمام اول علامه يا حضرات ان الكلمه دي تقبل الالف واللام ال اللي هي اداه التعريف يقبل دخول ال زي معلم المعلم طالب الطالب يقبل التنوين في اخره طبعا زي طبيبا طبيب طبيب معلما معلم معلم ويسبق حرف جر يبقى لا ينون من الكلمات الا الاسم ويسبقه حرف جر لا يجر من الكلمات الا الاسماء مثلا سلمت على صديقي صديقي دي اسم عرفتها انها اسم ازاي يا استاذ؟ علشان سبق يسبقها حرف جر. ولا يجر من الاسماء من الكلمات الا الاسماء. رابع حاجه يسبقه حرف نداء. ماشي هيسبقه حرف نداء يا طالب العلم اجتهد. طالب هنا عرفت انها اسم ازاي يا استاذ؟ عشان سبقها حرف جر اللي هو الياء. يبقى لا ينادى من الكلمات الا الاسماء. واخر حاجه حبايبي حلوين ينتهي بتاء مربوطه تتصل به تاء مربوطه يبقى يبقى اسم زي معلمه مهندسه ممرضه طالبه تلميذه تمام؟ لا يتصل يعني لا تتصل التاء المربوطه الا بالاسماء. كده عرفنا وراجعنا مراجعه سريعه على علامات آه على تعريف الاسم وعلى علامات الاسم. تاني حاجه في اقسام الكلمه بعد الاسم الفعل يعني إيه فعل يا عم عزب؟ يعني إيه فعل يا أستاذ وليد؟ الفعل يا حضرات هو حدث مرتبط بزمن، أستاذ وليد معايا؟ حدث مرتبط بزمن، الفعل هو كل كلمة دلت على حدث مرتبط بزمن، يعني إيه حدث مرتبط بزمن؟ يعني إيه حدث مرتبط بزمن يا أستاذ؟ يعني مثلا يا أولاد أنا أقول لكم يا حبايبي حلوين يا ما هو كل كلمة دلت على حدث مرتبط بزمن مثلا خرج يخرج سيخرج أخرج الكلمات دي كلها موجودة إيه؟ تدل على الخروج بس لو, لو قلنا الخروج لوحده كده دل على زمن ما دلش على زمن وما دلش على فعل علشان ما عرفناش هو خرج إمتى اللي خرج ده خرج إمتى الخروج هو حدث لكنه غير مرتبط بزمن اللي عرفنا هو خرج امتى ولا جه امتى تمام كده تمام يبقى كل كلمه دلت على حدث مرتبط بزمن معين كان عمل الحاجه خلاص خرج خلاص او لسه يخرج الان او سيخرج فيما بعد يبقى اذا معنى يعني اي كلمه لها معنى هو مرتبطه بزمن معين كان ماضي او مضارع او امر يساوي فعل تمام كده حضرات استاذ وليد يا ريت نشغل المشاركات عشان أه الطلبة تشارك معنا في كل شيء تاني حضرات تمام أه مشاهدينا الكرام أه احنا هنكمل أه تعريف الفعل والفعل المضارع ماشي يعني أه ندخل في فصل دلوقتي استاذ لسه تمام مشاهدينا الكرام احنا عاوزين نعرف دلوقتي يا حلوين تاني نراجع على الفعل تاني يعني ايه فعل انا ما بعرفش اطلع الفعل اي كلمه هتقابلني اي كلمه هتقابلني هشوفها كده هل هي دلت على زمن معين يعني مثلا زي ما احنا قلنا من شويه خرج مثلا او قتل اه دلت على زمن دلت على زمن الماضي طب يخرج او يكتب لسه بيعمل الحاجه دلوقتي دلت على زمن او انا بامره اقول له اخرج يبقى ده دلت على الزمن الايه المستقبل تمام كده يبقى الفعل وكل كلمة دلت على حدث مرتبط بزمن لابد يكون مرتبط بزمن لو ما بزمن يا أستاذ يبقى مش اسم يبقى مش فعل لو ما بزمن يبقى اسم مش فعل زي الخروج القتل ما حدث عملية خروج لكن عارف عرفنا هو خرج امتى ما عرفناش هو خرج امتى طب دلوقتي عايزين نعرف برضو حد دلوقتي إن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث أقسام الفعل من حيث الزمن ثلاثة ماضي ومضارع وأمر على الشاشة دلوقتي أقسام الفعل من حيث الزمن ماض ومضارع وأمر طيب إحنا هناخد النهاردة هناخد الماضي دلوقتي النهاردة يا حضرات يعني إيه فعل ماضي إحنا قلنا أقسام الفعل حيث الزمن ماضي مضارع أمر تمام كده؟ يعني إيه ماضي يا أستاذ؟ الفعل الماضي هو كل ما دل على حدث أو عمل حدث في الزمن الماضي. الفعل الماضي هو كل ما دل على حدث مقترن بالزمن الماضي. يعني إيه يا أستاذ مقترن بالزمن الماضي؟ يعني عمل حدث وانتهى. خلاص وانا بنطق بالفعل كان انتهى خلاص خرج لعب دخل كتب قرا تمام كده شرب لعب كل ده حضرات افعال ماضيه كل ده ايه افعال ماضيه يا ريت برضو تاني نشغل التليفون يا حضرات عشان يستفيدوا الاولاد ونراجع لهم على الهوا على الأسماء والأفعال والفرق بينهم إيه النهاردة تاني هناخد الفعل الماضي هناخد الفعل الإيه السلام عليكم ردينا <applause> ردينا معايا ازيك يا رودينا اخبارك ايه؟ الحمد لله ايه فاكره علامات الاسم؟ انت في سنه كام الاول؟ أو. في سنه كام يا رودينا؟ سنه <applause> تانية؟ طيب ايه مالك؟ تعبانة ولا ايه؟ <applause> لا طيب ايه رأيك النهاردة تقوليلي يعني ايه اسم؟ لسه قايلينه من شوية دلوقتي تعريف الاسم؟ ها؟ قولي ماضي مضارع يا حبيبتي أنت كل حاجة عندك ماضي مضارع أنا تعريف الاسم، الاسم يعني إيه؟ هو كل كلمة دلت على إيه؟ الألف والثاني مش علامات الاسم <applause> تنايمة؟ نايمه <applause> بص يا حبيبتي انا بقول لك تعريف الاسم اعرف الاسم يعني ليه الاسم ده الكلمه دي كل كلمه تدل على انسان او حيوان انا هنزل على الحاجه على الشاشه دلوقتي وراجعها معايا بصي اهو الاسم هو كل كلمه دلت على انسان او حيوان او طير او نبات او جماد او صفه من الصفات او زمان او مكان او اي شيء اخر يا حبيبتي ليه معنى فاكراه ولا مش فاكره الكلام ده التعريف ده ردينا نمتي؟ نمت نمتي ولا ايه؟ لا طيب احنا قلنا تعريف الاسم ايه؟ هم؟ علامات الاسم؟ تعريف مش علامات تعريفه لسه قايل على الشاشه دلوقتي طيب بلاش تعريف الاسم عشان شكلك نايمه علامات الاسم ايه؟ هم؟ <applause> انت خدت في سنه ثانيه صح؟ خدت ثلاثه بس صح كده؟ أو. تمام طب بقول لك انا هقول لك كلمه ماشي وتقولي لي الكلمه ديت اسم ولا فعل ماشي ماشي هنقول مثلا ايه يكتب ده اسم ولا فعل نمتي تاني يك... انا بقول لك اهو اسمعيني يكتب ها يكتب ايوه يكتب ده اسم ولا فعل يا ردينا؟ فعل تمام عرفتي انها فعل ازاي حبيبتي؟ عرفتي ان الكلمه دي فعل ازاي؟ عرفت <applause> <أعرفك نعمل. تصفيق> <احسنا اللي عرفت. تصفيق> ايوه الله ينور عليكي دخلنا كلمه قال عليها ما قبلتهاش شكرا يا حبيبتي متشكرين جدا على المداخلة وبعد الفاصل لو حد عندك عاوز يشارك تاني ما فيش مشكلة خلاص نهاية تمام آه مشاهدينا الكرام آه فاصل ونواصل مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير آه وكنا قبل هذا الفاصل كنا بنقول يعني ايه فعل وقلنا الفعل ان هو حدث حدث مرتبط بزمن يبقى بيساوي فعل يعني حدث مرتبط بزمن يا استاذ عشان عم عبد الكريم بيقول لي سهل شويه لي على الطلبه قلنا له حاضر يا عم عبد الكريم آه احنا دلوقتي كلمه دلت ماشي معانا ايه السلام عليكم طيب انقطع الاتصال نكمل نكمل تعريف الفعل الماضي احنا قلنا الفعل عموما كل حدث مرتبط بزمن فهو فعل يعني كلمة لها معنى مرتبطة بزمن معين كان زمن ماضي أو مضارع أو أمر تبقى دي فعل طيب احنا النهاردة بناخد الفعل الماضي يعني فعل ماضي يا أستاذ كل كلمة دلت على حدث مرتبط بالزمن الماضي يعني الحاجة حصلت وانتهت يعني يا أستاذ زي فعل عمل شرب أكل أكل وانتهى شرب وانتهى طيب لح كل ده برضه وما فيش فايدة فينا ومش عارفين نطلع الفعل الماضي قلنا لك عادي مش مشكلة حط عليها علامات الاسم ما قبلهاش يبقى أكيد فعل والحروف احنا عارفينها تمام برضه مش عارف يا استاذ قلت لك فيه علامه او علامتين صغارين جدا تعلم بيهم الفعل الماضي استاذ الاستاذ محمد بن عبد السلام يعرض العلامتين دول على الشاشه عشان الساده المشاهدين واولياء الامور والطلبه علامات الفعل الماضي حاجه بسيطه جدا المفروض اول تاء الفاعل يعني يقبل احدى التائين بس الكلام ده للكبار عشان بس افهمكم وهشرحه للصغار تاني عشان عمي عبد الكريم يقبل احدى التائين يا جماعه يا كبار من اللي مش الصغيرين بقى ثانيه وثالثه ابتدائي بقول لكم يقبل احدى التائين تاء الفاعل وتاء التأنيس تمام بس انا هقول لكم بقى حاجه حلوه قوي بقى احسن من يقبل احدى التائين دي عشان عمي عبد الكريم بقول يسهل على الناس قلت له اللي بتوع ثانيه ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي حطوا له تاء ساكنه في الاخر اي فعل تحط له تاء ساكنه في الاخر يا عم عزب قبل التاء الساكنه في في اخر الكلمه خلاص فهي فعل ماضي ازاي يا استاذ؟ مانيش فاهم برضه هقول لك تعالى لي اديك امثله. مثلا شرب حط لها تاء ساكنه كده في الاخر يا محمد يا ابن عبد السلام شربت ايه ده؟ ده قبل التاء في الاخر يبقى خلاص فعل ماضي ما قبلش طب يشرب كده حط لها تاء ساكنه في الاخر كده يا عبد الكريم ما تنفعش يبقى مش فعل ماضي. الأستاذ محمد عبد السلام عاوز يجاوب على بعض الأسئلة ماشي يا محمد عبد السلام لا طب يا محمد عبد السلام لو قلنا أشربوا دي فعل ماضي ولا مش فعل ماضي؟ ما ترد يا محمد عبد السلام <applause> ليه لا مش مش ماضي ليه؟ الله ينور عليك يا حبيب والديك مش هيقبل التاء الساكنة في آخر الكلمة ماشي يا أستاذي السلام عليكم ردينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته رودينه ولا سلمى ولا مين رودينه رودينه برضه انت فين يا رودينه رودينه ثانيه ولا رودينه الاولانيه ولا رودينه <applause> رودينه ثالثه ازيك يا رودينه وعليكم السلام انت في سنه كام يا رودينه ثالثه ابتدائي ثالثه ابتدائي طب كويس برضه نفس الموضوع برضه يا رودينه ممكن يا رودينه تقولي لي تعرفي الفعل الماضي ازاي؟ اه انت كلمه كده وتقولي لي الكلمه دي فعل ماضي ولا اسم ولا ايه بالظبط تمام انت معايا يا ردينا؟ ايوه تمام هنقول مثلا يا ردينا مثلا 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 ناكل ده فعل ماضي ولا ايه بالظبط؟ مضار تمام الله انت نعم. عرفتها المضارع ازاي؟ أنا بنو طب ماشي ما انا ممكن اقول اي كلمه اقولها تاء او الف ماشي ويكون فعل ما ماضي هي اه الفعل المضارع بيبدا باحد حروف كلمه أنيت معاكي بس ليها علامه احنا هناخدها مش هناخدها النهارده الفعل المضارع مش هناخده الحصه الجايه ان شاء الله تعالى احنا النهارده في الفعل الماضي الفعل الماضي يا حبيبتي بيقبل التاء الساكنه او المتحركه في اخره اللي المفروض لما تكبري شويه هقولك تاء الفاعل او تاء التانيث تمام كده بس دلوقتي هقول لك بس يقبل التاء الساكنه او المتحركه في اخرها لو حطينا تاء ساكنه في اخر الفعل الماضي قبلت الكلمه دي قبلت التاء وعرفنا ننطق الكلمه صح يبقى ده فعل ماضي يا حبيبتي زي مثلا نام قولي معايا كده نام نام مم. لا فعل ماضي ولا ايه ولا ولا مضارع ولا امر ماضي عرفنا ان الماضي انت عارفة عرفت ان احنا نعرف المفروض نعرف ان هو ماضي ازاي ليه علامة لو قبل التاء الساكنة في اخره في اخر الكلمة وعرفنا ننطق الكلمة يبدا فعل ماضي تمام كده آه. تمام طيب آه متشكرين جدا ردينا مشاهدينا الكرام نكمل وبعض التطبيقات وبرضه المداخلات آه تدخل عادي خالص نهائي آه ممكن استاذ محمد سلام اول تطبيق في الفعل الماضي صنف في الكلمات هنكتب بعض الكلمات احنا خدنا الاسم الحصه اللي فاتت والفعل الماضي الحصادي وعرفنا ان علامته الفعل الماضي انه هيقبل التاء الساكنه في اخره تمام كده في صنف الكلمات يا حضرات تمام وقلنا ان الكلمات دي اسم ولا فعل ماضي تمام كده اول كلمه قدمت قدمت دي يا حبايبي فعل ماضي وفعل ماضي ولا اسم حد معايا يقول من الكنترول لو عرف يقول لي ما فيش حد معايا في الكنترول تمام فعل ايه فعل ماضي قل. عشان يتقبل ايه هو اصلا في تاء ساكنه في الاخر شاطر يا محمد عبد السلام محمد عبد السلام مبدع النهارده تاني مك... معانا س... معانا محمد السلام عليكم عليكم لا لا. محمد السلام عليكم طيب نكمل تصنيف الكلمات يا محمد يا عبد السلام قدمت قال لي فعل ماضي صح برافو عليك تمام كده تاني كلمة مصر طبعا دلت على اسم دولة اللي هي مصرنا الحبيبة فهي اسم تاني حاجة شهداء اسم ولا فعل يا محمد ولا فعل ماضي عرفت انها اسم ازاي يا محمد بص تجرب لها علامات الاسم علامات الاسم يا محمد عبد السلام الله ينور عليك عم عبد الكريم مبدع النهارده ماشي قال لي تقبل الالف واللام الشهداء بس خلاص سهله جدا يعني تمام كده رابع كلمه يا استاذ محمد بن عبد السلام صهيونيو عرفت انها اسم ازاي؟ قال لي اسم اه قال لي يقبل الالف واللام يقبل التنوين تمام كده تمام ماشي اغتصب. معانا مداخلة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة هبة السلام عليكم. أه. معانا الأستاذة هبة السلام عليكم. مين معايا؟ هبة. سما ازيك يا سما في سنة كام يا سما؟ هبة. هبة مع... في سنة كام يا هبة؟ تانية. تانية ابتدائي. طب انا ه... يا هبه لو جبت لك اسماء صنف الكلمات بعض الكلمات اللي اسم وفعل دلوقتي على على الشاشه هتعرفي ان ده اسم ولا فعل؟ طب ممكن نوطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون بس بعد اذنك يعني. ايوه. اسمعيني فقط من ال... من التليفون بعد اذنك والشاشه قدامك وطي التلفزيون وبص للشاشه عادي. احنا واقفين عند كلمه ايه؟ اغتصب اغتصب ده اسم ولا فعل؟ فعل يا حبيبتي عرفتي ان هو فعل هو فعل برافو عليكي بس عرفتي ان هو فعل ازاي؟ هم؟ يلا قولي يا حبيبتي أعرف. ايوه بص يا حبيبتي هو فعلا غطاسة بفعل بس المفروض ابقى عارف مش بالشكل كده هو خلاص يا حبيبتي ابقى عارف ان ده فعل ازاي وانا طلعتها فعلي ليه قولي مثلا جربت عليها علامات الاسم ما نفعتش جربت عليها كلمه حرف التاء الساكنه في اخرها طلع فعل ماضي فعلا اغتصب يبقى صهيوني اغتصب الارض تمام الارض يا حبيبتي اسم ولا فعل ولا فعل ماضي ليه يا حبيبتي عرفت انها اسم ازاي هبه عرفت إن, ان الارض اسم ازاي معايا هبه سمعاني ولا تلعبي <applause> هبه <هيبا>. ايوه <applause> سامعاك طيب انت منين يا هبه <applause> طيب شك... شكرا يا هبه شكرا مش يا كرام هي آلة الارض قالت ان هي ايه اسم بس يعني ما عرفتش ان هي واخده بالشكل كده شكلها اسم كده لا احنا لابد يا حبايبي حلوين يا مقطقطين نقول اسم ليه الارض دي اسم ليه يا حبايبي حلوين اهي فيها الف ولام قابلة الالف واللام تمام كده واي كلمه تقبل دخول الالف واللام الالف واللام التعريفيه في اولها يبقى اسم يا حضرات بعد كده كلمه ايه خاء ن يا محمد بن عبد السلام لو ما فيش اتصال قول لي خانه دي اسم ولا فعل ماضي؟ معانا احمد السلام عليكم. معانا احمد السلام عليكم. سلام ورحمه الله. أمرني تفضل. احمد فين؟ هو ابني جاي ماشي. آه ابن حضرتك في كام يا استاذ احمد؟ يا ابو احمد. تمام. مشاهدينا الكرام احنا قلنا في ثلاث كلمات مزعلين الاستاذ وليد عماره احنا نقصد يا استاذ وليد ان ابنائنا يتعلموا ان الخيانه مش من دم المصريين ان نحافظ على اسلامنا على وطننا على عروبتنا تمام كده نعلم ان من 48 لحد دلوقتي مصر يعني قدمت الاف الشهداء عشان الارض ديت ماشي ما ينفعش بأي طريقة إن كانت بأي طريقة ان احنا آه نروح نصور مثلا مع صهيوني ماشي ما ينفعش ما ينفعش نصور مع صهيوني ما ينفعش نمجد في الناس ديت تمام كده تمام والاستاذ وليد بيقول لك ما ينفعش نتكلم في ال 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 الكلام دلوقتي تمام معنا الاستاذ عمرو السلام عليكم. عليكم السلام. عمور سنة كام عمور؟ سنة ثالثة ابتدائي؟ اه بص حبيبي انتوا خدتوا الاسم؟ اه وخدتوا الافعال صح؟ طيب. اه طيب اكتب لك افعال على السبورة او اقول لك افعال اكتب لك على افعال على السبورة هنستعمل السبورة عشان خاطر الاستاذ آه وليد يعني نحط له افعال تعجبه شوية تمام كده؟ معلش يا عم عزب؟ تمام هقول لك مثلا ايه يا حبيبي؟ هذا ده اسم ولا فعل ماضي احنا خدنا بس الاسم الحصه اللي فاتت والفعل الماضي آه هذا الاسبوع والفعل الماضي حبيبي علامته حاجه بسيطه جدا تجربها تحط تاء ساكنه في اخره الكلمه قابلت قبلت التاء الساكنه ديت او التاء المتحركه يبقى ده فعل ماضي تمام كده يا عم عزب اروح للسبوره تمام طب هكتب لك يا حبيبي هكتب لك كلمه على السبوره بص يا حبيبي لا. هكتب لك كلمه على السبوره اهي وتقول لي ده فعل ماضي ولا اسم تمام هنكتب مثلا كلمه دي اقراها لي كده شراحة شراحة بص مش حاء يا حبيبي الحاء مرققه ما ينفعش اقول حاء اسمها حاء تمام كده؟ ح. شا تمام را حا دي اسم ولا فعل ماضي وليه؟ فيه. فعل ماضي فعل ماضي عرفتها انها فعل ماضي ازاي؟ برافو عليك هم؟ يا حبيبي اه عرفت ان فعل ماضي ازاي يا حبيبي انتهى زمن الفعل قلت ايه انتهى زمن الفعل بيقول ايه؟ انتهى زمن الفعل اه 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 انتهى زمن الفعل تمام كده وفي حاجه ثانيه يا حبيبي انت برافو عليك وتمام هو فعلا انتهى زمن الفعل فعلا بس انا عاوزك تجرب لي علامه الفعل الماضي عليه عشان النهارده الفعل الماضي وعلاماته هنجرب علامه هنحط كده ها هنحط كده التاء الساكنه في اخره كده شراح. شرحت تمام او شرحت لا. ده قبل التاء الساكنه والمتحركه يبقى ده فعل ماضي يا حبيبي تمام طب هقول كلمه ثانيه وتقولي ده ايه تمام كده قولي ده فعل ماضي ولا مش فعل ماضي هم معايا فعل ماضي اشربوا ده فعل ماضي طب فعل ماضي ليه مضارع ماضي ولا مضارع فعل ماضي عشان عشان شرب وخلص لا ما هو ما شربش وخلص والله طب جرب احنا قلتها بص ما يا حبيبي جرب التاء الساكنه او المتحركه في اخر الكلمه الكلمه دي قبلت التاء الساكنه او المتحركه يبقى فيها خلاص سهل الموضوع سهل جدا يعني طب اشرب حط التاء الساكنه او المتحركه في الاخر كده تاء الساكنه كده مثلا في اخر الكلمه هم؟ ماشي حطها كده حط التاء الساكنه كده في اخر الكلمه كده ينفع اقول اشربت؟ لا يبقى مش فعل ماضي، عرفت بقى؟ يبقى من السهل جدا تحط له علامه زغنططه، التاء الساكنه في آخره بالنسبه لثانيه وثالثه ابتدائي. ححط تاء تا ساكنه في اخر الكلمه او اخر الفعل هتعرف ان هو فعل ماضي ولا لا. اشربوا فعل مضارع، احنا مش هناخد الحصه الجايه بس بقول لك احنا النهارده تعرف الكلمه ازاي ان هي فعل ايه؟ فعل ماضي ازاي؟ تحط لها تاء ساكنه في اخر الكلمه. قبلت الكلمه قبلت التاء الساكنه يبقى فعل ماضي يا حبيبي تمام كده؟ ماشي شكرا شكرا يا حبيبي مشاهدينا الكرام نكمل الفعل الماضي وفي تطبيق كده صغير اكمل بفعل ماضي مناسب اظن كده حاجه عاديه جدا يا استاذ وليد تمام؟ تمام هنشوف الايه؟ هنشوف التطبيق على على الشاشه تمام أكتب على الشاشة على السبورة وخلاص يا أستاذ وليد؟ ماشي أكمل بفعل ماضي مناسب أهو نقط المعلم الدرس لو في مداخلات معايا عشان نكمل مع بعضنا يا أساتذة يا أولياء الأمور مسلم السلام عليكم السلام يا فندم مسلم؟ مسلم <applause> مسلم آي <applause> أهلا وسهلا بحضرتك منين يا أستاذ مسلم؟ مسلم ولا مؤمن؟ مؤمن من المنوفية أحسن ناس منين من المنوفية؟ من الباجور أحسن ناس الباجور طب مؤمن الصغير ولا حضرتك أبو مؤمن؟ إيه معاك أبو مؤمن يا أبو مؤمن أستاذنك بس نوطي التلفزيون ويشوف الشاشة ويقول لنا الحاجة على الصبور على على الشاشة ويسمع من التليفون فقط معاك مؤمن يا فندم يا مؤمن ايوه مؤمن السلام عليكم ازيك يا مؤمن سنه كام يا مؤمن؟ رابعة في رابعة طيب في تطبيق على الشاشة دلوقتي حلو عاوزين نضع فعل ماضي مناسب ممكن ت استاذ محمد عبد السلام اكمل بفعل ماضي مناسب نقط المعلم الدرس عاوزين فعل ماضي مناسب شو رايحة الله ينور عليك يا حبيب والديك شارح المعلم الدرس طيب نقط المسافر القطار انت ليه 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 يعني اسمعني من ال... اسمعني يا حبيبي من من التليفون بلاش التلفزيون وطي التلفزيون نقط المسافر القطار عاوزين فعل ماضي مناسب راكبا راكبا برافو عليك يا حبيب والديك آه الناس مبدعة المنوفية فيها النهاردة طيب نقط الولد اللبناء شرابي الله ينور عليك يا حبيب والديك طب نقط الطالبة دروسها دراسة لا ده الطالبة مؤنف درست ماشي ذاكرت أو درست ما فيش مشكلة ذاكرت الطالبة دروسها نقط أبي من العمل عاوزين فعل ماضي مناسب رجع رجع ماشي برافو عاد أو رجع طيب نقط البنت إلى المدرسة ذهب ذهب برضو ده ذهب للمذكر للمفرد المذكر جهب. ذهبت لا بابا غششك على فكرة <applause> بابا غششك ذهبت برافو عليك يا مؤمن ومتشكرين جداً وبارك الله فيك مؤمن قفلت ماشي مشاهدينا الكرام هنكمل تاني علشان فعلا تطبيقات عايزين تطبيقات كثيره تمام عايزين تاني تاني اشرح تاني في الكلمات هنقول ايه يا حضرات يا عم عزب تاني خلاص بقى اكمل بفعل ماضي مناسب خلاص تمام مشاهدينا الكرام هنعيد تاني الفعل الماضي الفعل الماضي كل عمل أو كل كلمة دلت على عمل حدث في الزمن الماضي حصل وإيه؟ في مكالمة؟ سما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سما أنت في سنة كام يا سما؟ سنة تالتة ثالثة خدت الاسم وعلاماته؟ آه طيب يعني علامات الاسم هي إيه؟ علامات الاسم الألف واللام وإيه كمان؟ آه نضع الاسم واو التنوين يقبل التنوين أوه. ايه كمان التنوين بقى با... بعلامات كسر وفتح وضم طيب ماشي ماشي يا. خلاص احنا كده خدنا علامتين العلامه الثالثه ايه الف واللام ايوه والتاء الساكنه تاء الساكنه لا 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 لا, لا. طيب يسبق حرف جر يا حبيبتي اي كلمه لا. اي كلمه هيسبقها حرف جر فهي اسم تمام؟ واي كلمه حسبقها حرف نداء فهي اسم تمام كده؟ لا يجر من الاسم من الكلمات الى الاسماء ولا ينادى من الكلمات الى الاسماء تمام؟ طب ايه كمان؟ هم؟ نقول اول حاجه حبيبتي ال ها يقبل دخول ال عليه يقبل التنوين يسبقه حرف جر يسبقه حرف نداء ينتهي بتاء مربوطة أي كلمة هتنتهي أو تنتهي بتاء مربوطة فهي اسم مدرسة مدرسة تمام تم... يا حبيبتي هقول لك حاجة طب أنا أقول لك كلمة ممكن ماشي انت, خ... انت عن كلمة دلوقتي جملة دلوقتي وطلعي منها الإيه الفعل الماضي ممكن ممكن طلعي أي كلمة فيها وطلع لي فعل الماضي ماشي 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 مم. حرث الفلاح اقرأي كده الكلمة دي يا حبيبتي حرث الفلاح الأرض حرث الفلاح الأرض انا عايز الكلمة عايزك تطلعي من الفعل وتقولي هو فعل ايه؟ حرس فعل ماضي تمام عرفت ان هو فعل ماضي ازاي يا حبيبتي؟ علشان حرم حرس آم... ما ينفعش عشان نجرب لها الف واللام ونجرب لها التاء الساكنة ايوه تجربي في الكلمة طالما هي مش اسم نجرب التاء الساكنة في اخر الكلمة لو قبلت التاء الساكنه في اخر الكلمه يبقى ده فعل ماضي برافو عليك طيب طلعي لي هنا كلمه فيها لام قمريه الفلاح الارض الله ينور عليك أنتوا في ثالثه صح اه طيب برافو عليك ومتشكرين جدا لاتصالك برافو عليك تمام مشاهدينا الكرام هنقول تاني امثله كتير على الفعل الماضي فعل الماضي نكرر ونكرر ونكرر يقبل علامته يقبل التاء الساكنة أو المتحركة يعني تاء التأنيث أو تاء الإيه؟ الفاعل لما تكبروا شوية أه بتعرفوا لما تكبروا شوية هتعرفوا إن دي تاء تأنيث ودي تاء إيه؟ تاء فاعل زي حرست وحرست يبقى يقبل التاء الساكنة عشان سنة تانية وثالثة يقبل التاء الساكنة في الآخر وخلاص حط تاء ساكنة في الآخر قبلت الكلمة تاء ساكنة يبقى فعل ماضي تمام كده؟ طيب كلمة بقى المشاهدين لمحمد عبد السلام. معانا ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ايه في سنه كام يا ايه؟ رابعه. رابعه. في جمله هكتبها على السبوره يا ايه وتقولولي وتقولي لي فين الفعل وهو فعل ايه بالظبط تمام طب يلا كده راى الولد يلا راى هي الفعل راى فعل يا حبيبتي فعل ماضي طيب عرفت ان هو فعل ماضي ازاي بص حبيبتي انا مش عايز مش عايز انت جميله وتمام التمام وحلوه قوي واجابتك صحيحه بس انا عاوزك ما تجاوبيش الا ما تعرفي ليه يعني ما باخدهاش بالشبه وخلاص شاهد او راى ده فعل ماضي لا في علامات اجربها على الكلمه لو كان فعل ماضي او شاكك انه فعل ماضي اجرب التاء الساكنه في اخره قبلت التاء الساكنه في اخره يبقى ده فعل ايه فعل راى رات تمام كده تمام شكرا حبيبتي مشاهدينا الكرام أكرر في أفعال كتير ماضية أخذ شرب أكل تمام هنقول مثال تاني محمد عبد السلام موجود معانا محمد عبد السلام عاوزه يجاوب أنا عاوز يجاوب أه يجاوب على أسئلة تمام كده بصوا يا حبايبي خلاص المخرج بيقول لنا وقت خلاص عايز أقول إن أكتبها على السبورة سريعا كده تمام الخص الفعل الماضي ماشي يا حضرات الفعل الماضي هو ايه هم؟ الفعل الماضي عاوزين نلخصها يا حضرات مع بعضنا كده هو كل كل ما ايه كل ما دل على حدث مرتبط بالزمن الايه ماشي حاضر مرتبط بالزمن الماضي يعني ايه يا استاذ يعني حدث وانتهى فريده السلام عليكم ازيك يا مستر ماشي؟ ازيك فريده ازيك انت فين من زمان فينك من زمان وانت وحشتني والله انت وحشتني جدا والله وازاي كلها إنت وحشتني انت بتيجي على التلفزيون من زمان ما حبيبتي والله انا ده تاني حصه تاني حلقه لينا الاسبوع اللي فات بدانا في الاسم والنهارده الفعل الماضي فاكره انت اذا كنت نفسك تعرفي الفعل الماضي ازاي صح؟ اه طيب عرفت ان حضرت الحصه من اولها ولا ايه؟ طيب الفعل الماضي اعرفه ازاي يا حبيبتي؟ اخره مش اخره ته ما اسمهاش ت اسمها تاء ماشي بصي اي كلمه طالما هي مش اسم هتقبل التاء الساكنه في اخرها يبقى ده فعل ماضي حرث ها حرثت يلا زرع قولي معايا زرعت أه. تقبل التاء الساكنه في آخرها يبقى فعل ماضي عشان ماما يعني كانت بتسالني كتير عن الايه؟ على الفعل الماضي وانت ما كنتيش بتميزي بين الفعل الماضي تمام؟ والمضارع والامر. بصي انا فهمتها خالص عسل يا حبيبتي. طيب هكتب لي الكلمه وتقولي لي. ماشي طيب مشى هم اهي مشى ماشت. لا ما تقوليش بقى مشت <applause> انت حبيبتي تقولي لي ان ده فعل ايه؟ انا اقولك لك مشى انت جربي في دماغك مش على الورقه تجربي في بالك كده وفي دماغك كده العلامه دي في دماغك كده تجربيها هل هي قبلت؟ اه ليه يا حبيبتي بقى فعل ماضي؟ هم؟ <applause> علشان قبلت التاء ايوه عشان قبلت التاء الساكنه في اخرها يبقى الكلمه فعل ماضي يبقى حبيبتي الفعل الماضي وصلت خلاص وصلت خلاص؟ اه <applause> طيب مش عايزه تحضري معانا بقى حلقه ولا ايه؟ يا ريت طب والله انا منتظرك الاسبوع القادم ايه رايك؟ مش هينفع لجن جده اتوفى البقاء لله حبيبتي البقاء لله ماشي متشكرين جدا يا حبيبتي متشكرين جدا يا حبايبي حلوين قلنا الفعل الماضي هو كل كل ما دل على حدث مرتبط بالزمن الماضي. يعني ايه مرتبط بالزمن الماضي؟ يعني حدث وانتهى. عمل حدث وانتهى. عمل حدث وانتهى يبقى فعل ماضي نجرب التاء الساكنه في اخر الكلمه قبلت التاء الساكنه فهي فعل ماضي. شاكرين جدا واشكر جميع الزملاء طبعا على راسهم الاستاذ محمد عبد السلام والاستاذ وليد وعم كريم وعم عزب من وطبعا الأستاذ رنا طبعا يا نهار ابيض الاعداد كله آه يعني الاستاذ محمد عبد السلام من الشرقيه طبعا بيقول لي زيطني شويه فطبعا الراجل محترم بحب جدا <applause> الاستاذ محمد عبد السلام كل الزملاء والله يا جماعه كل زملاء وطبعا الاستاذ تامر طبعا ما نقدرش ننساه ابدا وكل الناس كل الناس في الكنترول طبعا محمد محمد الشاهد طبعا <تصفيق> <تصفيق> كل الناس والله وعلى رأسهم طبعا محمد عبد السلام ثاني اهو الراجل بيتعب معايا جدا 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 في اعداد الحلقه عشان ما ايه ما يزعلش وكل الناس والله يعني انا مبسوط جدا ان انا بقدم حاجه زي كده ويعني بحاول اتعلم معاكم ونحاول نوصل معلومه لابنائنا في ظل هذه الظروف لا تمر بها الدنيا كلها مشاهدينا الكرام اشكركم لحسن متابعتكم والى ان التقي بكم الاسبوع المقبل اترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته